السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي؟ أغلى وأحلى متابعين في الدنيا كلها. جابت بقى أسعار السمك النهاردة في سوق إمبابة. النهاردة يوم الجمعة يا جماعة، والأسعار فيها تختلف جدا عن امبارح وعن أول. الأسعار النهاردة ارتفعت يا جماعة اهيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الحبيب مصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البلطي ده يا جماعة بستين جنيه قدامها، بستين وخمسة وستين جنيه. البلطي ده بستين وخمسة وستين جنيه، تمام كده؟ ده اسعار البولت هيت واسعار السمك كله. المقاطعه عملت نتيجه في الاول ودلوقتي قلبت علينا بالعكس. يعني المقاطعه كانت كويسه في الاول، السعر نزل فعلا. انا مصوره من اسبوع كان السعر نزل. البولي ده او 160 جنيه النهارده، اللي كان 120 جنيه و130 جنيه و140، النهارده ب160 جنيه. يعني المقاطعه زي ما تقولي قلبت بالعكس علينا، ولا احنا ما احناش عارفين بصراحه. الاسعار رجعت تاني ارتفعت اكتر من الاول. يعني البولت ده كان 140 جنيه و120 جنيه، النهارده ب160 جنيه. البولت ب60 ب65، وفي بولت صاحب 120 جنيه موجود، وبولت ب90 ب85 جنيه. التونه دي ب80 جنيه، تمام كده؟ ده اسعار البولت النهارده يا جماعه، السمك في سوق امبابة يوم الجمعه النهارده يا جماعه، تمام. انا منزله فيديو قبل كده من اسبوع لاسعار السمك، وكان فعلا الاسعار كانت نزلت. كان في بولت قد كفه ايدك كده كان ب30 جنيه. انا منزل الاسعار، كانت اسعار كانت نازله عن كده، وكان التجار قاعدين مش لاقين بينشوا زي ما هما بينشوا دلوقتي كده. ده بولت عندها وات، عندها بولت شاوي صغير ب30 جنيه، ده ب60 جنيه. اللي قاعده شايفين ده ب60 جنيه. الاسعار غلوها تاني، تمام. انا جاني تعليق بقى على السمك اللي منزلاه من اسبوع، لسه جالي تعليق النهارده تقول لي خساره واحد يرد عليكي. ايه الاسعار اللي انت جايبها لنا دي؟ اسعار ديت فين؟ ده انتوا عالم كفره. ليه هتكفريني ليه؟ انا عايزه افهم، انت هتكفريني ليه يعني؟ اللي حاطه لي التعليق انت ده هتكفرني عشان بنزل لك اسعار بالموجود في قلب السوق؟ انت بتنام وتصحي بتلاقي الاسعار مختلفه. يعني احنا بننام ونصحى نلاقي الاسعار غير بتاعت امبارح الصبح وبالليل، كل حاجه بسعر، تمام. انت جايبه على 8 ايام تقول لي هو ده سعر؟ ايوه دي كانت الاسعار اللي كانت موجوده عندنا في السوق يوميها، والنهارده اسعار مختلفه خالص عن الاسعار التانيه. فبعد اذنك ما تكفرناش وانت قاعده. روح كفر التجار اللي بيتغلى علينا وعليكي، ما تكفرناش وانت قاعده. بعدين الاسعار اللي موجوده في السوق احنا بننزلها، احنا مش ماسكين قائمه الاسعار بتاعت السوق يعني. وربنا يجازيكي باللي انت قلتيه، مش هقولك اكتر من كده. ربنا يجازيكي باللي انت قلتيه. ده يا جماعه الاسعار اللي هنا في سوق امبابة النهارده، الاسعار غاليه جدا عن قبل كده، عن من يومين وعن ثلاثه كانت الاسعار كانت نازله عن كده. والتجار قاعده بتبيع، شوف ناس مش قاعدين ولا فرشين، بس يقولك الاسعار غاليه. او السمك ده ب35 جنيه، السمكة القديمة دي كانت ب35 جنيه. أنا لما كنت مصورة من أسبوع كانت السمكة أكبر من دي، كانت ب30 جنيه، ومنزلاها في الفيديو. بعدين أنا بصور الفيديو بصوتي، لأن الفيديو إن الشارع بيبقى فيه دوشة وفي حاجات بتديني حقوق طبع ونشر، بيبوظ لي الفيديو وبيبوظ لي القناة. بحاول إن أسجل بصوتي. أهو السمك ده ب85 جنيه، أهو ده ب85 جنيه. فبسجل بصوتها عشان الاصوات اللي في قلب الشارع بتديني حقوق طبع ونشر، بتوقف لي القناه وبتبوظ لي القناه. بحاول اسجل الفيديو لو هو كويس مفيش فيه اصوات ولا في حاجه توقف طبع ونشر، هو طبع ونشر انا بنزله بصوت السوق. ده راحه ليا انا، عشان كل واحد يسمع بودنه من التاجر اللي بيقول السعر كام والاسعار كام في السوق. السمك يا جماعه التونه والسمك البلطي هنا برضو، السمك البلطي هنا ما شاء الله يعني ب70 جنيه، والبولي برضو كله ب160 جنيه النهارده. ما فيش في حد انا بقول لهم انتوا بتغلوا ولا بترخصوا علينا. 160 جنيه البولي النهارده، انا هو ما فيش اصلا رحم من التجار. المقاطعه جابوها لنا بالعكس، غلونا الحاجه. ربنا يرحمنا برحمته بقى. ده يا جماعة في سوق امبابة، شايفين السوق فاضي ازاي؟
النهارده كان يوم الجمعه، السوق بيبقى زحمه موت موت، وعلى السمك بالذات كمان بقى السوق زحمه جدا. اللي بينزل السوق هنا في امبابه عارف الاسعار وعارف الدنيا تبقى عامله ازاي في الشارع ده وفي السوق، والزحمه الزحمه بص مفيش زحمه خالص، ولا في زحمه على السمك ولا في زحمه على حاجه، بس الاسعار غلوها تاني، تجي غلوا الاسعار تاني. يعني انا ممكن بكره انزل السوق الاقي في اسعار تانية غير انا نازلها في الفيديو دلوقتي، واسعار بتاعه الاسبوع اللي فات زي ما حصلت كده. فكل يوم يا جماعه بسعر، انا مش بايدينا يعني.